النهارده كان في تصريحات دوليه سواء مصر قالت ندعم اختيارات الشعب السوداني. نعم ده موقف عظيم. الولايات المتحده الامريكيه قالت احنا عندنا مشكله في السنتين، انا نعم. بس ببسط, ببسط الناس ده نعم. ده الجزء الخاص بالبيان اللي خرج من الخارجيه الامريكيه. اه انجلترا قالت انه التغيير يجب ان يكون حقيقيا. نعم. معنى كده انه احنا مستمرين في الازمه؟ ولا نعم ولا هيبقى في تراجع من ابن عوف؟ نعم، اعتقد ان في ازمه ويجب ان تحل ليه يعني حقنا لدماء الشعب السوداني، لا حتى لا ندخل في مواجهات وفي حاله طوارئ وحظر تجول كيف سيفرضه؟ الشعب السوداني تحدى كل هذا حظر تجول ونزل الموقف يبدو انه ما حدث اليوم في السودان غير مقنع لا للداخل ولا للمجتمع ولا الدولي ولا للخارج ولا حتى لدول الجوار. في واحد سوداني كاتب تعليق بسيط يقول اي عاهه يعتقد يعني من قاموا بالتغيير أي عاهة أصابت الشعب السوداني حتى يرضى بهذا التغيير فعلا هو تغيير قاصر وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك تدارك لهذا الأمر الآن هل تتصوري أنه هيبقى فيه تراجع؟ اعتقد شعب الشعب سيواصل ضغوطه ايه التراجع يعني قلل الفتره الانتقاليه اللي هي السنتين يبقى في حكومه مدنيه ايه اللي متصورة؟ انه في مطالب واضحه يعني. في مطالب واضحه للمعارضه إيه إيه وللقوى الحراك في الشارع ان يكون في مجلس دفاع يضم قيادات متعاطفه مع الشعب السوداني ويرضى عنها الشعب السوداني ان يكون في حكومه كفاءات المجلس حتى مجلس الدفاع الانتقالي هو لا يحكم وانما هو زي لحضراتكم الصور الخاصه باداء اليمين الدستوري كرئيس للمجلس الانتقالي العسكري اللي هو وزير الدفاع بن عوف ومعه الفريق كمال عبد المعروف الماحي وهو النائب له رقم اتنين في المجلس الانتقالي، الصور دي اتذاعت في التلفزيون السوداني من حوالي اقل من نص ساعه. مطلوب مجلس دفاع لا يحكم وانما يرعى الفتره الانتقاليه حكومه كفاءات تخرج البلد من الفشل والى وضع اخر ان تكون هناك فتره انتقاليه إيه اللي تقودها بقى الحكومة التقنقراط أربع سنوات هل تتصوري عودة يعني كان في مطالبات النهاردة بعودة المهدي لأنه كان آخر رئيس حكومة منتخب تم الانقلاب عليه هل تتصوري أنه العودة للرموز السياسية دي من اللي ممكن نحصل يحصل في خلال الايام اللي جايه؟ القوى السودانيه المعارضه والحراك اللي في الشارع والكيانات اللي نتجت عنهم قادره، الشعب السوداني في كل المراحل الصعبه في تاريخه هو قد انتفاضتين من قبل سيكون قادر على اخراج قياداته وعلى الاتيان بحكومه انتقاليه وهم يخ... يريدون ان يخرجوا البلد الى وضع اخر يحظى بثقه الاقليم والعالم، إيه كنا نتحدث عن السودان اللي ممكن يتم فيها اي استثمار سيذهب الى مفهوم. بلد فيها حرب ودماء هناك لابد من وضع يستطيع المجتمع الدولي ان يدعمه